حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون عراقيون أن الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحيات للتصرف بها. قال الخبراء إن الحسابات الختامية لعام 2022 ستكون نفسها لعام 2021 بسبب غياب الموازنة، مشيرين إلى أن الكثير من المشاريع متوقفة ولا يمكن التصرف بأموال الإيرادات النفطية لصالح تلك المشاريع بسبب عدم وجود موازنة مالية عامة. أكد مواطنون وتجار من الموصل أن عشرات المصانع والمعامل ما زالت مدمرة على الرغم من دخول المدينة السنة السادسة من استعادتها عسكريا، موضحين أن أغلب هذه المصانع المدمرة هي مصانع إنتاجية متخصصة بالزيت والسكر والدبس والمعلبات المحلية الأخرى، والتي كانت تغذي الأسواق المحلية بعيدا عن المنتوجات المستوردة التي باتت الآن منتشرة في الأسواق، والتي قضت تماما على المنتج المحلي بسبب عدم دعم إعمار هذه المعامل والمصانع، والتي تصل نسبة دمارها إلى أكثر من 70% في مدينة الموصل. قالت مديرية الموارد المائية في محافظة السليمانية إن منطقة جريميان تحاول بصعوبة تأمين المياه لأغراض الشرب وإرواء البساتين وتأمين احتياجات الثروة الحيوانية. قال مدير الدائرة مؤيد أحمد شمس الله إن الموقف المائي في جريميان رغم انتهاء الموسم الزراعي الصيفي إلا أنه ما زال مقلقا وصعبا رغم خطط التقنين والترشيد بتزامن مع نقص وشح خزين المياه في سد دلبندغان. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا إلى أكثر من 200,000 برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي. قالت الإدارة في تقرير لها إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 5,610,000 برميل يوميا، منخفضة بمقدار 455,000 برميل في اليوم. أضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 200,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 120,000 برميل يوميا. أفادت دراسة حديثة بأن العملة المشفرة لها تأثير مناخي يفوق تأثير تعدين الذهب ومساو لتأثير استخراج الغاز الطبيعي. قالت الدراسة إن عملة البيتكوين المشفرة تؤدي إلى أضرار مناخية تفوق ما يؤدي إليه إنتاج لحوم البقر، لها أضرار تقريبا مثل أضرار النفط الخام وفقا لباحثين أمريكيين. وتشير نتائج التحليل الجديد الذي أجراه باحثون من جامعة نيو مكسيكو إلى أن البيتكوين يحتمل أن يكون غير مستدام، ويمكن أن تكون له تداعيات اجتماعية وبيئية كارثية في المستقبل. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار العملات.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.